إلهنا يا ذا الجلال يا ذا الكمال يا ذا الجمال يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا مؤمن كل مخيف يا مقوي كل ضعيف إلهنا لك الحمد شكرا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رطا وأنت لم تزل لذلك أهلا إلهنا صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح صدورنا وتقبل أعمالنا واكفنا شر هوانا وشر الدنيا وشر الشيطان يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا ووالدينا من النار اللهم اعتق رقابنا ووالدينا من النار اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حليما لا يحجل يا ملكا لا يسأل نناجيك بأحب الأسماء إليك ونتوسل إليك بأجل صفاتك لديك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك إلهنا نسألك جميعا أن تعتق رقابنا ووالدينا وكل من نحب والمسلمين من النار
اللهم إنك تنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك ويليق بعظمتك، فتقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، ونحن عبيدك الفقراء المساكين الضعفاء نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترضى عنا وأن تعتق رقابنا من النار. يا وهاب هب لنا مغفرة من عندك، يا عفو اعف عنا، يا تواب تب علينا، يا ودود تودد إلينا، يا ستير استرنا، يا ستير استرنا، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون. اللهم لا تجعلنا ممن يقول ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، واجعلنا في عليين مع النبيين. اللهم اجعلنا ممن يقول هاء مقرأوا كتابي، اللهم اجعلنا ممن يقول هاء مقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاخ حسابي، ولا تجعلنا ممن يلقى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من يد حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا طالب علم إلا نجحته، ولا طالب علم إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا مسافرا إلا رددته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.